وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أحمد شوقي الصحفي المتخصص في قضايا البيئة والمناخ. أستاذ أحمد، بعد تحية، جهود كبيرة بذلتها مصر من أجل خروج قمة المناخ COP27 بهذا الشكل المبهر الذي أبهر كل العالم وبأكبر قدر أيضا من النتائج الإيجابية، رؤيتك وقراءتك لأبرز هذه النتائج بخاصة في مجالي التمويل والتكيف المناخي؟ أهلا بحضرتك. في البداية أحب أقول إن إحنا في هذا العام في COP27 حققنا إنجاز تاريخي بالفعل، وهو إقرار صندوق الخسائر والأضرار. هذا الصندوق اللي نطلت من أجله الدول النامية طوال 30 سنة فاتت من المفاوضات المناخية. الحقيقة كان الإنجاز في البداية بإضافة القضية نفسها إلى الأجندة الرسمية، ثم اعتماد هذا الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار في البيان الختامي للمؤتمر، وهذا إنجاز عظيم للمؤتمر، يضع ضمن أو يجعله من ضمن المؤتمرات التاريخية في المفاوضات المناخية. كمان تم تحقيق يعني إنجازات مهمة في بعض البنود الأخرى. على سبيل المثال، الهدف المتعلق بالحفاظ على أو الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف اللي بنلتزم به من خلال اتفاقية باريس. كان هناك بعض الأطراف بتحاول التخلي أو إضعاف أو تجاهل هذا الهدف والعودة إلى الصياغة الأوسع في اتفاق باريس اللي بتنص على الحد عند أقل بكثير من 2 درجة مئوية، لكن نجحت الرئاسة المصرية في احتواء الأمر، وأقرينا في البيان النهائي بأن هدف 1.5 درجة هو التزام تلتزم به الدول الأطراف من خلال أو خلال قمة COP27 في شرم الشيخ. نعم. كمان كان هناك بنود أخرى تتعلق بالوقود الأحفوري والتزام التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم، وهو الالتزام اللي بدأ في ميثاق جلاسكو العام الماضي في القمة الماضية، وعدنا التأكيد عليه خلال هذا المؤتمر. وكان أيضا من أهم الإنجازات اللي حصلت خلال هذا المؤتمر هو مسألة إصلاح المؤسسات المالية والدولية، وده كان برضو مطلب من المطالب اللي بتطالب بها البلدان النامية والبلدان المتقدمة أيضا. نعم. يحصل مجموعة من التغييرات في البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى المسؤولة عن تمويل البلدان الفقيرة في مشروعات التخفيف والتكيف. وده من أهم ما حدث في المؤتمر، إن كان في مناقشات واسعة جدا وبنود مهمة جدا لإعادة بسملة بنوك التنمية عشان تسمح تتحقق العدالة المناخية للبلدان النامية وتحقيق العدالة المناخية. أخيرا في مسألة أو بند التكيف، وهنا حققنا خطوة مهمة جدا للأمام، وكانت البلدان النامية بتضغط أيضا من أجل الحصول على تمويل مضاعف للتكيف. وكان COP27 منتظرين إقرار هذا الأمر، وبالفعل تم الالتزام خلال البيان النهائي أو النص النهائي بمضاعفة تمويل التكيف وإحداث توازن بين التمويلات ما بين مشروعات التخفيف ومشروعات التكيف. نعم. بجانب طبعا عدد من الإنجازات الأخرى الخاصة باتفاقيات الغابات والخاصة بأنظمة الإنذار المبكر. صحيح. الحقيقة المحصلة النهائية، المؤتمر في شرم الشيخ حقق نجاح كبير جدا، اتخذ خطوات واسعة في مسألة العمل المناخي. نعم. حقق على يعني أقدر أقول 90%. نعم. من أهدافه أو من اللي كنا نأمله قبل انعقاد القمة. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد شوقي الصحفي المتخصص في قضايا البيئة والمناخ، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.